الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحضارة هي الثمرة الناتجة عن الجهود الإنسانية التي تساهم في تحسين ظروف الحياة، فما يحدث على أرض مصر هو تغير جذري وإصلاح كلي لما له من أثر مباشر على حياة المصريين، فاستحق أن يكون نقلة فريدة في تاريخهم. نقدم الآن لحضراتكم فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان نقلة حضارية. هنا القاهرة الزاهرة العامرة، مدينة الألف عام. على مدى تاريخها الطويل اتسعت عاصمة مصر المحروسة، وشافت في بدايات القرن العشرين نمو ملحوظ في الاتجاه الشرقي اللي بيستقبل ضيوف مصر من كل أنحاء العالم. تعد السنين ويفضل قصر البارون شاهد عيان على نشأة وتطور واحد من أجمل أحياء القاهرة، حي هليوبلس، مصر الجديدة، سحر المكان والزمان. ويمر بينا الزمن، تتغير المعالم وتتبدل الصور، ويزيد النمو العمراني والمعدل السكاني. وكان لازم نطور حي مصر الجديدة بالشكل اللي يناسب دوره كشريان حيوي بيربط القاهرة بالطريق الدائري وطريق السخنة والسويس والإسماعيلية. ده غير أهميته اللي اكتسبها كأحد أهم ممرات الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة. وعشان يلبي مطالب الحركة العمرانية ونضمن السيولة المرورية، كان لازم نحقق لمصر الجديدة نقلة حضارية. ليه احنا عملنا برنامج ضخم لمنطقة مصر الجديدة؟
كان في نقطة اختناق كبيرة جدا في المنطقة دي. عشان تتحل احنا بنعمل في حدود يعني على الأقل في المنطقة دي في حدود 10-12 كوبري يحلوا مسائل ويخلوا التدفق يزيد، ثم الساعة بتاعت المحاور بعد ما كانت 2 حارة و3 حارة بقت 6 حارة أو 5 حارة على الأقل. احنا بنتكلم على شرق القاهرة كله. وظهرت عجلة تطوير طرق وكباري مصر الجديدة وامتدادها بأحياء مدينة مصر. في المرحلة الأولى طورنا 10 طرق بإجمالي طول 15 كيلومتر، مع إنشاء 5 كباري بطول 3 كيلومتر. المرحلة الثانية طورنا 5 طرق بطول 8 كيلومتر، ده غير إنشاء 5 كباري بإجمالي أطوال 2 كيلومتر. وفي أحياء مدينة مصر طورنا 5 طرق بإجمالي طول 13 كيلومتر، مع إنشاء 3 كباري بطول 3 كيلومتر. أما في محور روكسي رمسيس فطورنا 6 طرق بطول 10 كيلومتر، وبكده حققنا معادلة مثالية لربط وسط البلد بشرق القاهرة. واستمرت عمليات التطوير في محور الفريق إبراهيم الأوراني واللي بيمتد من جسر السويس في اتجاه مدينة بلبيس، فتم الانتهاء من إنشاء 8 تقاطعات جديدة بإجمالي 13 كيلومتر تقريبا، ده غير 8 كباري بإجمالي طول يقترب من 2 كيلومتر. وفي طريق القاهرة السويس استمرت عمليات التطوير على 2 مراحل. في المرحلة الأولى انتهينا من إنشاء الطريق الرابط بين كوبري أبو غزالة والطريق الدائري بطول 8 كيلومتر، مع إنشاء 2 كوبري أمام منطقة جاردينيا. في المرحلة الثانية انتهينا من إنشاء طريق بطول 38 كيلومتر عشان نحقق آلية الربط بين الطريقين الدائري والدائري الإقليمي، مع الانتهاء من إنشاء 6 كباري في مدينة الرحاب ومدينة الشروق. كما تم إنشاء وتطوير كباري المشاة والتقاطعات واللي هتفضل من أهم العلامات المضيئة في تطوير مصر الجديدة. منظومة حضارية مثالية لنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من وإلى حي شرق القاهرة، مع ربطه بكل أنحاء العاصمة. مصر الجديدة مش مجرد حي سكن، لا، ده تاريخ محفوظ في الذاكرة المصرية، تاريخ هيفضل باقي طول ما بنحافظ عليه وبنعيد اكتشافه وتطويره. زي ما طورنا أجمل آثاره التاريخية قصر البارون إمبان، التحفة المعمارية الأغلى، القصر المهيب اللي تعرض للإهمال على مدى السنين، النهاردة بقى درة متوهجة فوق جبين مصر الجديدة. بعد رحلة طويلة من الترميم بدأت عام 2017 على أيدي كوكبة من خيرة المعماريين والأثريين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أخيراً بيفتح القصر أبوابه للزوار وبيكون معرض
بيحفظ تراث مصر الجديدة. حركة بنا وعمران في كل مكان على أرض مصر. أياد التطوير قدرت تحول مطار العاصمة الدولي عشان ياخد مكانته كمطار مدني وعسكري. مطار كبير على مساحة 4 كيلومتر مربع، بيشمل الممر الرئيسي بطول 3650 متر وعرض 60 متر، ده غير 3 ممرات فرعية بطول 400 متر وعرض 24 متر، وبيضم المطار صالتين سفر ووصول وجهزتين بأحدث منظومة للمراقبة والسيطرة الأمنية، ده غير عشرات المباني الإدارية والخدمية ومناطق الأسواق الحرة ومقرات البنوك. العجلة دايرة من شرق القاهرة لغربها، دارت عجلة التطوير بأعلى المعايير العالمية، فتم الانتهاء من تطوير مطار سفينكس عشان يكون مدني وعسكري. المطار على مساحة 1035 فدان، بيضم ممر رئيسي بطول 3650 متر وعرض 60 متر، بخلاف ممرات فرعية بطول 430 متر وعرض 24 متر. وصالة سفر ووصول بتستوعب 300 راكب في الساعة، وقاعة لكبار الزوار، ومبنى رئيسي على مساحة 4750 متر مليان بالمناطق الإدارية والخدمية. صورة مثالية لإنجاز تخيلناه وحلم حققناه، حلم جزء منه اتحقق وإحنا في ملحمة التصدي لأزمة كورونا، والإيد اللي حامت صممت وبنت في أيام معدودة مستشفيات القوات المسلحة للعزل، واللي بتضم 4000 سرير، والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وأطقم التمريض لخدمة أهل مصر المحروسة. طورنا وحنفضل نطور ونبني لمصر نهضة تنموية بلمسة جمالية ونقلة حضارية. السيد الرئيس، السادة الحضور، اهتمام كبير من الدولة بالتنمية العمرانية وبتنفيذ العديد من مشاريع التطوير على مستوى مدينة القاهرة سعياً لإعادة إحياء وتطوير عدد من المناطق التاريخية والأثرية، بما يسهم في استعادة مدينة القاهرة لسابق عصرها ويزيد حركة السياحة الواردة إليها. كلمة الدكتور مهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية أن أهنئ الشعب المصري بالذكرى 7 لثورة 30 يونيو المجيدة، الثورة اللي خرج فيها عشرات الملايين من جموع الشعب المصري من أجل إنقاذ بلدهم من الانزلاق إلى سيناريو كان ربنا وحده اللي يعلم كان ممكن يؤدي بمصر إلى فين. وكلنا بنشوف الدول، بعض الدول اللي حوالينا كيف يعني ظروفها النهاردة بقت قد إيه، ولكن وعي الشعب المصري هو اللي أنقذ بلدنا من هذا المصير اللي كان ممكن تنزلق ليه بلدنا. كما يعني النهاردة يمكن وفي هذه الفترة بالضبط كمان يعني بتكتمل 6 سنوات من مسيرة العطاء والجهد والعمل الشاق والدؤوب تحت رئاسة السيد الرئيس. الحقيقة جهد وعمل الدولة النهاردة المصرية بتنفذه في فترة وفي عمل غير مسبوق. احنا النهاردة حجم المشروعات التنموية اللي الدولة في خلال 6 سنوات الماضية نفذتها وبتنفذها بتتجاوز اجمالي استثماراتها 4.5 تريليون جنيه مصري.
المشروعات دي في كل القطاعات ومجالات الحياة والاقتصاد المصري، وهي دي اللي الحمد لله مكنت مصر بالإضافة جنبا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادي من تحقيق نسب نمو غير مسبوقة في تاريخ مصر، وقدرنا أن احنا نحقق بيها طفرة كبيرة جدا جدا جدا، ودي اللي مكنتنا حتى هذه اللحظة من الصمود والقدرة على المواصلة في ظروف شديدة القسوة، وهي الظروف الخاصة بسيناريو طبعا فيروس كورونا كوفيد-19. وخليني يمكن أبدأ مع حضراتكم النهاردة، ويمكن دي فرصة أن أنا أستعرض مع حضراتكم رؤيتنا كحكومة النهاردة للعمل إزاي في ظل هذه الجائحة الكبيرة اللي لم يمر بها العالم كله منذ أكثر من 100 عام، وإزاي الدولة المصرية بتخطط وتعمل علشان نقدر مسيرة العمل والتقدم تفضل زي ما هي، وإن شاء الله كمان تبقى أفضل. إحنا يمكن على مستوى العالم حضراتكم عارفين كويس جداً النهاردة إن كل الدراسات بتقول إن هناك انكماش هيحصل على مستوى العالم في الاقتصاد العالمي بنسب لا تقل عن 4.5% أو 5% من العالم، يعني ببساطة شديدة الاقتصاد هينمو بالسالب. هناك تراجع في السياحة العالمية والطيران على مستوى العالم بتصل إلى 80% متوقعة في خلال عام 2020. أيضا حركة الملاحة والتجارة العالمية هتنخفض بنسب بتتراوح ما بين 13-30% على مستوى العالم كله. انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم 40%. كل ده طبعا بيضع ضغط وعبء على كل اقتصاديات العالم في كل الدول العالم المتقدمة والنامية، وبما فيهم طبعا مصر ليست استثناء من هذه الدول. وبالتالي احنا من أول لحظة كان عينينا كيف سنتعامل مع هذه الجائحة الغير مسبوقة، وإزاي نضمن أن اقتصادنا يفضل بيمشي بقوة الدفع الكبيرة اللي اتحققت في خلال الفترة الماضية. إحنا قبل كورونا طبعاً كان كل حضراتكم عارفين كل مؤسسات العالم كانت بتشيد، ومصر كانت بالفعل وما زالت هي أفضل معدلات النمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معدلات النمو، وأيضاً كنا وصلنا لارتفاع غير مسبوق في احتياط النقد الأجنبي تجاوز 45.5 مليار دولار. كل دي أرقام الحمد لله كنا محققينها. كل المؤسسات العالمية ومؤسسات التصنيف بتشيد بالاقتصاد المصري، كل الأسماء اللي حضراتكم شايفينها، وبتؤكد أن الاقتصاد المصري بيمشي على الطريق الصحيح، وأن مصر بتخطو خطوات غير مسبوقة في عملية التقدم والتنمية. ولكن طبعاً احنا كنا مستهدفين هذا العام المالي ان احنا نصل الى نسبة نمو لا تقل عن 5.7%. وعايز اقول لحضراتكم هذه الارقام كانت متحققة فعلا لغاية شهر فبراير الماضي. احنا كنا واصلين في شهر يناير وفبراير لمعدل نمو 5.9%، وكانت الحقيقة الحمد لله كانت الامور ماشية بصورة على افضل ما يكون. طبعا يعني قدر الله على مستوى العالم وجاءت جائحة كورونا، وابتدت طبعا غصب عننا العديد من المناحي الاقتصادية انها تتأثر بصورة كبيرة. ولكن مع كل هذا الكلام وان في دول بالفعل هيبقى السنة دي بينتهي عامها المالي بالسالب، احنا ان شاء الله تقديراتنا ان بدل ما كنا هنبقى 5.7% هنبقى في حدود 4%، وده بيعتبر بالمقارنة بكل دول العالم ان شاء الله يكون رقم كبير ان احنا ننهي به العام المالي بتاعنا اللي هو 19-20. ايضا المؤشرات، طيب ما بعد 19-20 وما بعد يونيو القادم اعتبارا من اول يوليو، ايه الرؤية الاقتصادية؟ العالم برضو كل المؤسسات بتقول ان منطقة الشرق الاوسط هتبقى كل الدول او اغلب الدول بتنمو بطريقة منكمشة او سالبة، فيما عدا مصر اللي برضو ما زالت ان شاء الله هتكون نسب نمو فيها ايجابية. ولكن الحقيقة احنا كنا كحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس من اول لحظة لازم ان احنا يكون عندنا رؤية وخطة واضحة تنفيذية هنتحرك ازاي المرحلة القادمة، وازاي ان احنا نخرج باقل تأثير ضار او باثار سلبية من فيروس كورونا. وده يمكن احنا عمرنا ما بننسى ان رؤيتنا رؤية مصر 2030 عايزين تبقى مصر فين في خلال العشر سنين القادمة، ان مصر تبقى من افضل دول العالم في كل مناحي الحياة، جودة الحياة، الاقتصاد، الحوكمة، أداء الحكومة، من الجوانب الاجتماعية، البيئية، كل دي النهاردة خطط احنا شغالين عليها كدولة، حاطين
نصب أعيننا الخطة طويلة المدى والمتوسطة المدى، ولكن بنشتغل طبعا النهاردة على الأرض لإيه اللي هنعمله في خلال السنة الجاية والسنتين الجايين علشان نضمن أن اقتصادنا ما يتأثرش وكل خططنا ورؤيتنا دي ما تتأثرش بالموجود والظرف الاستثنائي شديد القسوة اللي احنا فيه النهاردة. وعشان كده يمكن كانت خطة تحركنا اللي احنا شغالين عليها ان النهاردة عندنا قطاعات، والحقيقة القطاعات دي هي قطاعات الواعدة اللي كل المؤسسات الدولية اجمعت ان مصر بالنسبة لها لابد من التركيز السنتين الجايين على هذه القطاعات عشان نضمن ان اقتصادنا يستمر في السير بقوة والتعافي من موضوع فيروس كورونا. على رأسها طبعا قطاعات زي التشييد والبناء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبتروكيماويات، الصناعة، الزراعة، وأيضا موضوع التجارة وسلاسل التوريد. ودي كلها القطاعات اللي احنا النهاردة كدولة شغالين عليها بمشروعات محددة وبنشتغل عليها مش للعشر سنين فقط، ولكن أنا بتكلم على السنة الجاية العام المالي القادم والعامين الجايين علشان نضمن ان اقتصادنا لا يتأثر زي ما قلت لحضراتكم بصورة سلبية أكتر من كده. يمكن قطاع التشييد والبناء المؤسسات الدولية بتقول ان مصر في خلال العقد القادم اللي بيبدأ هتكون هي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا القطاع، وحيبقى في مصر الوحدة حيبقى أكتر من 30% من حجم النمو العمراني اللي حيبقى موجود في العالم. وهذه المؤسسات قالت كل ده بسبب أن الدولة المشروعات العملاقة اللي بتتعمل، مشروعات المدن الجديدة، مشروعات التنمية العمرانية الكبيرة، البنية الأساسية اللي بتتعمل، كل المشروعات الضخمة اللي الدولة النهاردة بتنفذها. احنا عشان نقدر ان احنا، ودي كانت رؤيتنا في هذا الموضوع، ان في ظل الظروف الاستثنائية لابد من ضخ استثمارات عامة للدولة في خلال السنة القادمة بصورة كبيرة جدا عشان نضمن ان كل قطاعات الدولة في التشييد والبناء وفي الصناعة والزراعة تفضل شغالة، وان حركة العمل وفرص العمل اللي موجودة النهاردة واللي اتخلقت ونسب البطالة القليلة اللي احنا كنا وصلنا لها تستمر وما تتأثرش بصورة كبيرة. عشان كده يمكن الخطة للعام المالي القادم اللي هيبدأ من اول الشهر يوليو القادم بتتضمن 300 مليار جنيه انفاق حكومي في مشروعات التشييد والبناء، وهذا الرقم بخلاف مشروعات البنية الأساسية والمرافق زي مشروعات الكهرباء والصرف الصحي والمية والترع. لما بنضيف دول مع 300 مليار احنا بنتوقع ان احنا هنكون نقترب من رقم 400 مليار انفاق من أجهزة الدولة الموازنية، ولكن ايضا الهيئات الاقتصادية والشركات اللي كلها تابعة للدولة. كل ده عشان نضمن ان هذا القطاع اللي هو بيستوعب اكبر قدر من العمالة يستمر بالعمل بقوة في خلال العام القادم. قطاع الطاقة والبتروكيماويات ايضا هناك مشروعات ضخمة جدا النهاردة قيد التنفيذ مقيمة من المؤسسات العالمية بما يقرب من 19 مليار دولار، وبالاضافة طبعا ان احنا بنتوسع وبنستمر في الاسراع بتنفيذ شبكات تطوير النقل وتوزيع الكهرباء، وايضا التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. قطاع الزراعة، وده النهاردة هو واحد من أهم الأولويات اللي احنا شفناها، وده اللي اتعلمناه الحقيقة من فيروس كورونا، إن العالم كله كل ما تكون الدولة عندها القدرة على الاكتفاء الذاتي وقادرة إنها بقدر الإمكان ما تعتمدش على الاستيراد، كل ما هذه الدولة هيكون اقتصادها قادر على الصمود والنمو. عشان كده كان قطاع توجيه سيادة الرئيس موضوع الزراعة والإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني لازم بقدر الإمكان نكون قادرين على الاكتفاء الذاتي، وعشان كده عندنا خطتنا الطموحة في خلال السنتين القادمين على استصلاح حجم كبير جدا من الأراضي. وهنا يمكن الجزء المهم جدا إن احنا بنعتمد في هذه الأراضي والاستصلاح على المياه المعالجة، المياه الصرف الزراعي واللي كانت النهاردة كانت بتلقى في البحيرات والبحار، ان احنا بنعالجها وبنستفيد منها في استصلاح اراضي جديدة في سواء في سيناء او في منطقة ايضا توشكا، بحيث ان احنا بنتكلم على اكتر من 1,200,000 فدان ان شاء الله بنستهدف في خلال السنوات القليلة القادمة باذن الله ان احنا نستصلحهم ويضافوا للرقعة ويبقى الانتاج بتاعهم بيدخل ضمن منظومة الاكتفاء الغذائي لمصر. ده طبعا بالإضافة إلى مشروع تطوير نظم الري الحديث اللي يمكن معالي وزير الري هيتكلم عليه، مشروع الثوب الزراعية العملاقة اللي بيتم تنفيذه على أرض مصر، وبقية المشروعات الأخرى الخاصة بالثروة الحيوانية. قطاع الاتصالات، وده قطاع واعد جدا وإحنا كدولة النهاردة كل التركيز عليه، بخلال إن يمكن
محنة كورونا علمتنا ان احنا يعني ان احنا نستفيد منها الحقيقة كمنحة، وخلت العالم كله يسرع بموضوع التحول الرقمي، وان احنا نبدأ ازاي نعتمد على ان يكون اغلب الخدمات كلها تقدم بالنظام الالكتروني، وان يعني موضوع التباعد الاجتماعي والتواجد في المنزل ده اجبرنا ان احنا نبدأ نسرع بخطواتنا في تنفيذ مشروعات كثيرة جدا النهاردة احنا بالفعل مستهدفينها وشغالين عليها في موضوع التحول الرقمي والتيسير على المواطنين المصريين في ان هم يقدروا ان هم يحصلوا على الخدمات دي من غير ما ينزلوا بنفسهم ويروحوا لاماكن الخدمة. ودي يمكن احنا يمكن السنة الجاية ان شاء الله، ودايما هذا القطاع الدولة كانت بتسيبه ان هو يبقى تمويل ذاتي، ولكن كبرضو النهاردة كقطاع وفي ظرف استثنائي الدولة مخصصة 15 مليار جنيه للعام المالي القادم كإنفاق حكومي عشان نسرع بتنفيذ العديد من المشروعات اللي هتبقى موجودة في قطاع هذا القطاع، سواء كانت ان احنا ان شاء الله، ويمكن دي نقطة مهمة جدا، من خلال إطلاق بوابة مصر الرقمية هيكون عندنا بالفعل حزمة خدمات كبيرة جدا هتبقى بتقدم إلكترونيا أو أونلاين، هيبدأ المواطن كلها، ودي خدمات رئيسية كان دائما المواطنين بيشتكوا من ان هم بيضطروا ان هم يسيبوا يوم او يومين من عملهم عشان يعمل هذه الخدمات. النهاردة هيبقى هذه الخدمات كلها متاحة في خلال يمكن اعتبارا من شهر اغسطس القادم هتبقى موجودة، سواء في خدمات تخص المرور، التوثيق، التموين، بعض الدعاوى القضائية، الاستثمار، وخدمات اخرى كثيرة جدا. هدفنا ان احنا نصل الى اكتر من 155 خدمة بنهاية هذا العام تكون موجودة وتقدم إلكترونيا علشان يبقى بنيسر على المواطن المصري هذه النوعية من الخدمات. دي يمكن بترتبط معها كمان حجم هائل من الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية وتحديث البنية الأساسية في هذا المجال الكبير. أيضا إن شاء الله يمكن موضوع، وده يمكن إحنا نجحنا فيه سواء في الامتحانات سواء قبل الجامعية أو الجامعية، إن إحنا نبدأ نتحرك إن هذه الامتحانات والعديد من البرامج التعليمية تبقى بتقدم إلكترونيا، ويبقى عندنا المنصات الإلكترونية اللي بتمكننا من أداء هذه المشروعات الكبيرة. ويمكن هنا برضو حجم تكلفة كبيرة جدا إحنا مخصصينها للعام المالي القادم لهذا الموضوع. أيضا كان محتاجين عشان نقدر إن إحنا نعمل هذا الكلام، وده يمكن كان توجيه السيد رئيس الجمهورية، يمكن يعني سيادته الحقيقة وأنا بقولها بمنتهى الأمانة، يعني كان توجيه سيادته قبل موضوع جائحة كورونا ده بسنة كاملة، إن إحنا لازم نتحرك في رفع سرعة الإنترنت وهذه الخدمات المهمة كاستشراف لحجم تزايد حجم الاعتماد عليها في المستقبل القريب. وفعلا يمكن أنا بس حابب أحط حضراتكم، إحنا ترتبنا كسرعات إنترنت كنا في 2019 كانت مصر 40 على مستوى أفريقيا، إحنا في شهر مارس الماضي كنا وصلنا الى رقم 2 على مستوى افريقيا نتيجة لحجم الاستثمارات الكبيرة اللي احنا بنضخه علشان نطور هذه الشبكة الكبيرة. هنتقل يمكن حضراتكم لموضوع الحقيقة افتتاحاتنا النهاردة الخاص بايه اللي بيتم النهاردة في اطار القاهرة، قاهرة حاضرة الشرق، القاهرة القديمة، احنا بنعمل ايه فيها علشان النهاردة نعيدها الى ثوبها الحضاري اللي كانت مشهورة بيه على مستوى العالم كله. حضراتكم طبعا عندنا الصورة بتاعتنا، المنظر اللي كانت الشوارع بتاعتنا اللي بتكتظ بحركة النهاردة السيارات في وجود 20 مليون مواطن بيقطنوا القاهرة الكبرى. أنا عايز أتوقف عند هنا بعد إذن حضراتكم هذه الدراسة. الدراسة دي مهمة جدا لأن هذه الدراسة عملتها وكالة التعاون الدولي اليابانية في 2002 للقاهرة الكبرى، كانت بالتعاون مع وزارة النقل. وهذه الدراسة قالت ببساطة شديدة إن القاهرة إذا لم يتعمل فيها بعض المشروعات الخاصة بالطرق ووسائل النقل الجماعي حركة الطرق في القاهرة عام 2020 ستتوقف ولن تتجاوز سرعة السيارات 4 كيلومتر في الساعة. الحقيقة ده يعني كان أساس إن إحنا نشتغل على هذا المخطط، ويمكن أيضا هذا المخطط ويمكن برضو كل المحاور وكل الشغل اللي كان بيتعمل في شرق القاهرة الحقيقة كان مبني على هذه الدراسة، ويمكن إحنا تجاوزنا كمان بالمشروعات اللي اتعملت في شرق القاهرة والتطوير الكبير حتى اللي كان المخطط ده حطه. يعني هذه كان محاطط هنا المخطط الأعمال الصناعية المفروض تتعمل في التقاطعات الرئيسية في عام 2002، إحنا مش نفذنا ده بس، إحنا كمان نفذنا أكبر من كده وأضعاف هذه الأعمال، والكلام ده سواء كان في شرق القاهرة ودلوقتي كمان شغالين في غرب القاهرة.
وده طبعا رؤيتنا في إطار إزاي نطور كل شبكة الطرق والنقل الجماعي في القاهرة الكبرى كلها، أخذا في الاعتبار أن بقى عندنا العاصمة الإدارية النهاردة وكل المدن الجديدة اللي بيحصل فيها تنمية. فبالتالي احنا مش بنتكلم بس على شبكة طرق، النهاردة بقى عندنا الطريق الدائري القديم وإزاي احنا بنطوره، والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي وكل شبكات المحاور الرئيسية اللي بتربط ما بينهم، شبكات الطرق السريعة اللي تم تطويرها، طرق مصر، طرق مصر اسكندرية، القاهرة اسكندرية، القاهرة اسماعيلية، العين السخنة، السويس، كل هذه الطرق الكبيرة جدا، بالإضافة إلى شبكات المترو ونقل والمترو الأنفاق، وكمان الخطوط القطار الكهربي والمونوريل اللي النهاردة قيد التنفيذ. كل ده علشان نقدر إن احنا نحل هذه المعضلة الكبيرة في حركة النقل داخل القاهرة الكبرى. ودي يمكن المنطقة المشروعات الطرق اللي بجاري تنفيذها أو تم تنفيذ جزء كبير منها أيضا في الجزء الغربي حوالين المتحف الكبير، واللي إن شاء الله يبقى بإذن الله مع افتتاح المتحف هتكون كل هذه الشبكة مكتملة بإذن الله أيضا. الحقيقة يمكن مشروعات تطوير القاهرة بالإضافة إلى الطرق، يعني الحقيقة يمكن القاهرة شهدت يعني نقلة كبيرة جدا في موضوع تطوير المناطق الغير أمنة والغير مخططة والتراثية، وده يمكن كان عينينا على هذا الموضوع. وكان هناك بعض المقولات إن الدولة لما هتنتقل للعاصمة الإدارية سنهمل القاهرة القديمة، العاصمة القديمة. بالعكس، احنا كنا شايفينها كدولة إن دي فرصتنا الذهبية إن احنا نعيد مرة أخرى رونق القاهرة القديمة ونعيدها إلى ما كانت عليه بكل الضخم والتراث العظيم اللي كان موجود فيها. فعشان كده يمكن يعني بالإضافة إلى إن احنا النهاردة عشان حركم نبقى عارفين احنا نفذنا وبننفذ أكتر من 60,000 وحدة إسكان بديل للمناطق الغير آمنة جوه القاهرة فقط لا غير. لكن بالإضافة إلى دول كنا شغالين على المناطق اللي معروفة القديمة جوه القاهرة إزاي نطورها، سواء القاهرة الخديوية، القاهرة الإسلامية، ومناطق كانت للأسف حضراتكم كنا كلنا عارفين الصورة الذهنية بتاعت هذه المناطق كان شكلها إيه. إحنا أهم مشروع يمكن بدين وحنبدأ فيه في خلال الأيام القادمة هو تطوير القاهرة الإسلامية أو القاهرة الخديوية، وفي دلوقتي خطة إن شاء الله بتعرض على السيد رئيس الجمهورية عشان نبدأ في تطوير هذه المنطقة التراثية العظيمة. ولكن أيضا وده طبعا طبيعة المنطقة اللي كانت موجودة واللي إحنا بنطور فيها النهاردة عشان ما يبقاش هذا الشكل موجود، وعايز أتوقف على الصور اللي موجودة عند حضراتكم في هذا المكان. دي كانت منطقة عين الحياة اللي احنا كانت موجودة اللي في القاهرة، وده كان الشكل القديم اللي كانت موجودة عليه هذه المنطقة. النهاردة المنطقة دي مع التطوير اللي بيحصل فيها الحقيقة احنا بنستهدف ان هتكون هذه المنطقة من اجمل مناطق القاهرة كمناطق ترفيهية ومناطق خضراء وتراثية، بحيث تكون متنزه حضاري بحجم كبير جدا على مستوى القاهرة الكبرى وعلى مستوى العالم، بيشمل مجموعة من الأنشطة التراثية في قلبها متحف الحضارة والعديد من المناطق الترفيهية الأخرى. ده يمكن التصور للمنطقة اللي فعلا النهاردة بننفذها. صور النهاردة من الواقع اللي عايزين نشوفه حضراتكم، ادي اللي على اليمين حضراتكم شايفين كان شكل المنطقة عامل ازاي، ودلوقتي كان أثناء التطوير بدأنا ازاي نرفع كفاءة هذه البحيرة ونعيدها الى ما كانت عليه بعد ما كانت مهملة وبيرمى فيها مخلفات صرف صحي. النهاردة تم رفع كفاءتها بالكامل وبيتم تشجيرها بالكامل انها زي ما حضراتكم شايفين هتكون متنزه، يعني انا اقول عالمي لكل سكان القاهره ازاي بيتفرجوا على هذه المنطقه. النهارده يعني مع قرب الانتهاء منها هو ده الشكل اللي حضراتكم شايفينه بيبدا يتغير في هذه المنطقه بمسطحات خضراء وانشطه ومجموعه نوافير النهارده بتتعمل. ايضا منطقه المدابخ القديمه او ما كان يطلق عليها سور مجرى العيون، وحضراتكم تتذكروا هذا الشكل اللي كان موجود في هذه المنطقة، 90 فدان خلف سور مجرى العيون بهذا الشكل. احنا الحمد لله قدرنا، كانت هذه المنطقة اللي باللون البني هي دي المنطقة، ويعني كانت الحقيقة ظروف البيئية كانت شديدة القسوة في هذه المنطقة وكانت بتتسبب تلوث كبير جدا للقاهرة. الحمد لله النهاردة دي كانت الصورة في 2019 كبداية، ومع آخر 2019 بعد ما أزلنا كل المباني اللي موجودة في هذه المنطقة، وبقت يعني الصورة دي قبل يعني حتى ما نكمل، يعني احنا كملنا إزالات حتى بعد هذه الصورة، بحيث النهاردة بدين مشروع حضاري كبير جدا لتحويل هذه المنطقة كمركز سياحي وتراثي وحضاري، ويبقى فيها حجم كبير من الأنشطة الخدمية والترفيهية اللي بنفس الطابع اللي موجود ومتوافق مع هذه المنطقة. عندنا مشروع مهم جدا بننفذه النهاردة هو تطوير كورنيش النيل أو ممشى أهل مصر.
وده يمكن مشروع مهم آخر. إحنا عندنا 65 كيلو أطوال لكورنيش النيل في القاهرة، والنهاردة إحنا شغالين الحقيقة بدأنا بالفعل المرحلة الأولى في شرق القاهرة، وده اللي إحنا شغالين عليه النهاردة في المنطقة اللي هتبقى موجودة. ده الشكل التخيل اللي موجود من أول الحقيقة كوبري إمبابة أو كوبري رود الفرج، مروراً بكل الكباري لغاية كوبري قصر النيل، ودي المرحلة اللي إحنا هنشتغل شغالين بيها بالفعل. ودي التصورات إن إزاي يبقى عندنا ممشى على أعلى مستوى زي كل المماشي اللي موجودة على الأنهار في العالم، بحيث يكون شكل وواجهة حضارية للقاهرة إن شاء الله. وده فعلاً صور من التنفيذ المتوقع للمرحلة الأولى إن شاء الله بنهاية هذا العام هتكون منتهية ومكتملة بالكامل. ودي كل الصور من أثناء التنفيذ. طبعاً حركم تابعتوا تطوير ميدان التحرير كبداية لتطوير القاهرة الخديوية، والنهاردة يمكن ده صورة كانت الصورة التصميم، ده الشكل كان التصميم مش الشكل اللي كان يعني الواقعي، وكان رؤيتنا إن إحنا إزاي نعيد لهذا الميدان العظيم اللي ليه ذكرى كبيرة جداً عند كل المصريين الوجه الحضاري، ونخليه يضارع كل الميادين العظيمة اللي إحنا بنشوفها في كل المدن الكبرى على مستوى العالم. والحقيقة النهاردة وده برضو دي صورة مش ده الواقع، دي كانت الصورة التصميمية اللي احنا نفذناها بالضبط على هذا الشكل. وده النهاردة مع التطوير دي الصور اللي ابتدينا نطور الوجهات، نطور اللاندسكيب اللي موجود في المنطقة، الخضرة، الزهور، ولكن ايضا كانت الرؤية ان احنا ازاي نبقى ده وجهة حضرية ومركز جذب على حتى في ليلا. ودي شكل ازاي التطوير اللي الحمد لله النهاردة شكل الميدان بقى عليه، واللي احنا النهارده انا يعني بقولها لحضراتكم احنا داخلين بعد كده على كل ميادين القاهره الخديويه هيتعمل فيها يعني نفس العمل، ومع الرؤيه ان احنا نحول عدد من الشوارع الرئيسيه جوه القاهره الخديويه الى شوارع مشاه زي ما بنشوف في كل المراكز التاريخيه اللي موجوده في عواصم العالم. دي كلها اللقطات الخاصه بالميدان بعد انتهاء العمل فيه في خلال الفتره السابقه. آخر موضوع يمكن إحنا برضو كان من أحد أصعب المشروعات اللي إحنا الحمد لله برضو كدولة شغالين فيها، هو طبعاً تطوير منطقة مثلث ماسبيرو. وبرضو يمكن أنا أحب إن إحنا يعني نفتكر كانت شكل المنطقة كان عامل إزاي في الصورة اللي موجودة عند حضراتكم، إزاي كان عندنا آلاف من أهالينا كانوا عايشين في ظروف معيشية صعبة جداً. الحمد لله النهاردة أخلينا هذه المنطقة، أعطينا سكن بديل، وحتى الأهالي اللي طلبوا إن هم يعودوا للمنطقة بعد إعادة التطوير عاملين حسابنا وعاملين في تصورنا إزاي إن إحنا إن شاء الله عدد منهم يرجع كما طلبوا. ده التخطيط اللي النهاردة بنعمله واللي بيتنفذ، الجزء اللي فعلا على الأرض النهاردة بيتنفذ اللي متظلل بالجزء الأزرق، وبدأنا في خلال الأيام القليلة الماضية أيضا إن إحنا هنبدأ في جزء آخر من هذه المنطقة. ده التصور اللي بإذن الله هتكون عليه منطقة مثلث ماسبيرو كجزء من مركز القاهرة التراثي والحضاري، بحيث فعلا تضارع ما يعني هذه النوعية من المراكز اللي موجودة على مستوى العالم كله إن شاء الله. الواجهة النيلية هتكون إزاي مع الحفاظ على المباني التاريخية اللي موجودة، المباني الإدارية والتجارية اللي هتبقى موجودة في هذه المنطقة، كلها بالشكل الحضاري اللي حضراتكم شايفينه، شوارع مشاهدة، السكن اللي هيتعمل سكن بديل للناس عشان لما بعضهم لما هيرجع بأيضا مع بعض المشروعات الإسكانية والإدارية البديلة. وده بالفعل احنا بننفذه بالكامل النهاردة هذه الأبراج. ودي يمكن الصور اللي من واقع النهاردة، احنا دي كانت هذه المنطقة طبعا نتيجة للمياه الجوفية أخذنا جزء كبير جدا من العمل تحت الأرض، النهاردة طلعنا فوق الأرض والعمل بيعمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء أيضا من هذا المشروع الحضاري الكبير بإذن الله للقاهرة. دي كلها يا فندم مشروعات ضخمة جدا احنا شايفين بيها ازاي نعيد وجه القاهرة الحضاري الى الوجه التي تستحقه هذه المدينة العظيمة. وان شاء الله يا فندم بكل دعم اللي حضرتك بتقدمهمنا بإذن الله مصر دائما الى التقدم والى الامام. شكرا يا فندم. السيد الرئيس، السادة الحضور، منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، لذا قامت الدولة بالعمل على إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه بوضع خطة قومية للموارد المائية من عام 2017 وحتى 2037. وقد قامت الدولة بترجمة أهدافها وآلياتها إلى حلول مستدامة لحل الأزمة
من خلال التوعية بترشيد الاستهلاك وإقامة محطات تحلية مياه البحر والصرف الزراعي كالمحسمة وبحر البقر. عن هذا المضمون يحدثنا دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، السادة الحضور، كل عام وحضراتكم بخير. بالنسبة لثورة 30 يونيو، في الحقيقة اسمح لي سيادتك ان انا هتكلم عن تعظيم كفاءة استخدام المياه في مصر، بس قبل ما اخش في الموضوع احب نفتكر بعض المشاكل اللي في اطار المياه التي اصبحت تاريخ، زي سيول اللي حصلت في 2015 في الدلتا وفي راس غارب وعملت الدمار اللي كان موجود دوت. الحمد لله الحاجات السنه دي، السيل اللي حصل السنه دي سيل ما حصلش من 200 سنه، وده كان اختبار للبنيه التحتيه اللي الدوله عملتها خلال الفتره الماضيه. شحوط المراكب في الاقصر واسوان خصوصا، مواسم الموسم الصيفي وشكاوى الفلاحين والمستخدمين من المياه دوت، بالرغم من زياده السكان والمتطلبات بتاعه الزياده ديت من تدبير موارد مائيه. برضو في بعض الحقائق اللي احنا نحب اكررها ونبقى كلنا عارفينها، مصر اكبر بلد جافه او اكثر البلاد جفافا في العالم، هايبر اريد زون، بتعتمد على نهر النيل في 97% من مواردها المائيه، بيتركز السكان على 5% من مساحتها، باقي المساحه صحراء. نستورد من الخارج محاصيل وعلى راسها القمح، لو انتجناها في مصر هتحتاج 35 مليار متر مكعب، ولكن ما عندناش موارد مائيه كفايه فبنستوردها. كفاءه استخدام المياه في مصر بتتعدى 90%، واخر تقرير البنك الدولي هو في مراحله النهائيه بيقول الكلام ده وبيأكده، وهي من اعلى الكفاءات في العالم والاعلى في افريقيا كفاءه وانتاجيه. الدوله الافريقيه الوحيده اللي بتعيد استخدام المياه اكثر من مره وبملوحه تصل الى 10,000 جزء في المليون، ودي ما فيش اي دوله في افريقيا بتعيد استخدام المياه بالملوحه العاليه دي. الدوله المصريه لا تنتظر المشاكل وتواجهها، ولكن بتتنبأ بها وتتوقع بها وبتعد ليها، زي الزيادة السكانية لحد 2050 اللي هو متوقع ان هي تبقى حوالي 60 مليون نسمة. هعرض جهود الدولة للتعامل مع الموارد المائية وإدارة المية. في الحقيقة الميزان المائي دوت احنا الموارد بتاعتنا 60 مليار، استخداماتنا 80 مليار، الفجوة 20 مليار، ال 20 مليار دي بنحققها أو بنغطيها من إعادة الاستخدام بالإضافة لما نستورده اللي هي ال 35 مليار اللي أنا لو زرعتهم في مصر المحاصيل دي هتستهلك 35 مليار متر مكعب. عندنا استراتيجية 4T أو استراتيجية الموارد المائية اللي هي 4 محاور، وأحب أعيدها برضو تاني، اللي هي تحسين نوعية المياه، ترشيد استخدام المياه، تنمية الموارد المائية، تهيئة البيئة المناسبة عشان أحقق الأمن المائي لأهل مصر. الاستراتيجيه دي تحولناها لخطه قوميه للمياه 2017 2037، تكلفتها الاستثماريه لن تقل عن 50 مليار بالمعدلات، 50 مليار دولار بالمعدلات اللي احنا ماشيين بيها ديت احنا هتتعدى ال 100 مليار دولار. في الحقيقه في برامج مختلفه لتنفيذ الخطه ديت، على راسها برنامج اعاده مياه استخدام مياه الصرف الزراعي. احنا عندنا في خلال الفتره الماضيه عملنا حوالي 350 محطه خلط مية صرف زراعي مع المية علشان أحل مشاكل المية للفلاحين. برضو مشروع المحسمة اللي هو بيعالج 1,000,000 متر مكعب في اليوم مية صرف زراعي، برضو مشروع بحر البقر اللي هو بيعالج 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، ودي من أكبر المشاريع على مستوى العالم. في الحقيقة المشاريع ديت هتخلينا لو أنا قارنت نفسي بالدول اللي بتعيد استخدام المية بنلاقي أغلبها اللي هي في المناطق الجافة وشبه الجافة، احنا تاني دولة في العالم في اعادة الاستخدام بعد ما ندخل مشروع بحر البقر في الخدمة، تاني دولة في العالم من حيث النسبة، ولكن من حيث الكمية احنا اعلى دولة في العالم في اعادة استخدام المياه المعالجة. برامج مواجهة العجز المائي من خلال اعادة تدوير المياه، تحلية مية البحر، الوفاء بمتطلبات مياه الشرب المناطق الساحلية والتنمية المستقبلية، حصاد الامطار، تأهيل الترع وعمل التبطين لرفع كفاءة نقل المياه، برنامج الري الحديث لرفع كفاءة الري الحقلي في 6 مليون فدان، الحد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه
زي الأرز والموز وقصب السكر. البرامج ديت نتيجة إن إحنا ابتدينا ننفذها انعكست على معدلات الشكاوى. أنا بالنسبة لي المؤشر الأداء بتاعنا إحنا بنتحسن ولا لأ معدل الشكاوى. في 2016 كان معدل الشكاوى حوالي 1800 شكوى، السنة دي في 2020 أقل من 200 شكوى، وإن شاء الله هدفنا إن إحنا نوصل زيرو شكاوى. إحنا بنتكلم على 30 مليون أسرة مستخدمة للمية، ف 200 شكوى في مشاكل المية عموما وبتتحل لحظيا. في الحقيقة محطات تحلية مية البحر إحنا جاري تنفيذ يعني نقول حوالي 40 محطة بالخطة العاجلة، مستهدف في لحد 2030 3 مليار، إن إحنا نحلي إحنا نحتاج 3 مليار متر مكعب تحلية مية البحر عشان نوفي بالزيادة السكانية. لحد 2050 3 مليار ده هتوصل 7 مليار متر مكعب. رقم بسيط جدا، تحلية 7 مليار متر مكعب من مية البحر هيتطلب تدبير موارد 19 مليار دولار. حصاد الأمطار ده كان نتيجة الشغل اللي اتعمل 1500 منشأ على مستوى مصر، كان نتيجتهم تعامل مع السيول سواء في سيناء والبحر الأحمر في الوجه الإبلي في منظومة الدلتا، التعامل مع السيول في الدلتا كان نتيجتها الحمد لله إن ما حصلش مشاكل بالرغم إن السيل بتاع السنة دي ده كان الأقوى خلال 200 سنة. وبالتالي برضو إحنا المنظومة دي بتمكننا من إن إحنا بنرشد المية بنوفر المية، كميات مية بتتخزن في المنشآت دي. برنامج تأهيل الترع دوت سيادتك أمرت إن إحنا نخلصه في سنتين، الحمد لله إحنا السنتين هنعمل فيهم الترع المتعبة حوالي 7000 كيلو. إحنا طرحنا يعني سيادتك كان في افتتاح المحسمة وجهت إحنا النهاردة طرحنا 1500 كيلو، في التنفيذ المقاولين شغالين في 300 كيلو، خلص 120 كيلو. والرد الفعل بتاع الفلاحين على الأرض يعني يعني غير متخيل، إن هو سهل لهم كتير أو وصل المية وحل مشاكل المية بالنسبة للمنتفعين. البرنامج الثاني اللي هو التحول للري الحديث، وإحنا بالتعاون مع عدة وزارات مع دولة رئيس الوزراء إن إحنا بنحط الخطوات التنفيذية من حيث التمويل ومن حيث آلية التنفيذ ومن حيث وبيقوم في الأساس على المشاركة مع الفلاح، يعني مش الدولة، لا الدولة والفلاح مع بعض شركاء في تنفيذ البرنامج ده، وده هيتكلف على الأقل 60 مليار جنيه. مشروع بحر البقر اللي هو على وشك إن شاء الله في مراحل التنفيذ عبارة عن محطتين رفع على المصرف، محطة معالجة، مسار لتوصيل المية لمحطة المعالجة، المسار من محطة المعالجة لمناطق التنمية. دي المنظومة اللي هي بتاعت أنا عرضتها في المحسمة بس برضه بحب أعرضها دلوقتي، إن إحنا بنفكر بشكل متكامل. المشاريع المحسمة، سرابيوم، بحر البقر، دي منظومة متكاملة بنوصلها ببعضيها علشان نزرع بيها الأراضي. وأنا بقول المية اللي هناك دي مية صرف معالجة بنعيد استخدامها، ودي بتمثل مشكلة لبعض الدول، إحنا بالنسبة لنا فرصة إن إحنا نستخدمها. أنا هقف عند كده وبحب أشكر سيادتك، وإن شاء الله إحنا قادرين الدولة بتاعتنا إن إحنا نحول الأزمة لفرصة، وكل أزمة بالنسبة لنا فرصة عشان نجد الحلول. شكرا جزيلا. إن الترشيد لا يعني التضييق أو منع الاستخدام، بل الاستخدام بكفاءة للحد من هدر الموارد المتاحة والوصول إلى أفضل النتائج. فطرق الري الحديثة التي اعتمدتها وزارة الزراعة هي أكبر تطبيق للاستغلال الأمثل لكافة الموارد المائية. كلمة الأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أرجو أن تسمحوا لي فخامتكم في البداية بأن أتوجه بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع مزارعي وفلاحي مصر بالتهنئة لسيادتكم ولشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة يونيو العظيمة التي أعادت الحياة إلى مصر. سيد الرئيس، إنما شهدته مصر خلال فترة الست سنوات الماضية
من نهضة زراعية غير مسبوقة في كل مجالات النشاط الزراعي. سيادتك يا فندم، احنا الست سنين اللي فاتوا اجمالي المشروعات اللي تم تنفيذها في مجال الزراعة المرتبطة بتنمية المناطق الريفية وتحقيق تنمية متوازنة في بعض المناطق الأقل نموا ودخلا والاعتماد على بعض مشروعات حصاد المياه وتنمية بعض المناطق الفقيرة في مجال الزراعة وصلت إلى 281 مشروع بتكلفة تفوق 26 مليار جنيه. طبعا ال 26 مليار جنيه دي تمثل المشروعات اللي تم تنفيذها داخل وزارة الزراعة ولا تشمل ما تم انفاقه بالمليارات على مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية والبنية التحتية وإضافة شبكات الطرق والكهرباء وخلافه لمثل هذه المناطق. السيد الرئيس، استهدفت محاور التنمية خلال الفترة الماضية تحقيق تنمية احتوائية ومتوازنة وأيضا متكاملة ومستدامة في كل ربوع الوطن. لقد اعتمدت محاور التنمية في خلال الفترة الماضية على عدة محاور، كان الهدف الرئيسي منها هو رفع كفاءة استخدام وحدتي المياه والأرض من خلال أولا البحث عن مصادر مائية متعددة من موارد مختلفة، أيضا التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية خاصة في جنوب الوادي بمنطقة تشكى وسيناء، وأيضا التوسع الرأسي في الرقعة الزراعية من خلال اكتشاف وإضافة أصناف ذات احتياج مائي أقل، وأيضا أصناف ذات فترة نضوج أقل للمحصول بما يؤدي إلى تخفيض الاحتياجات المائية، أيضا أصناف تتوافق مع بعض مع التغيرات المناخية التي نحن بصددها. مع التوسع في استخدام أساليب حديثة للزراعة بتعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع، بالإضافة إلى التوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية السوى. كل هذه المحاور وغيرها استهدفت رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصة من المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والبقوليات والذرة الصفراء، مع تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي والرخاء الزراعي لمصر وشعبها العظيم في ظل التحديات المائية. السيد الرئيس، لقد كان اهتمام فخامتكم بالتوسع الأفقي الزراعي من منطلق تعظيم كفاءة استخدام المياه، توفير مساحات من أراضي جديدة قابلة للزراعة، تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة أيضاً في ظل محدودية التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية بالأراضي القديمة، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة. إن أهم التحديات التي كانت تواجه مسألة التوسع الأفقي هي عدم توافر مصادر المياه بالقدر اللازم لمقابلة التوسع، رغم زيادة الرقعة الزراعية عن فترة من فترة طويلة، أيضاً الزيادة السكانية، بالإضافة إلى كثير من المشروعات ذات الاحتياج المائي. وبرغم ذلك وبرغم ثبات الموارد المائية، بالإضافة إلى عدم إغفال ما نحن فيه الآن من تحديات، كان أيضاً من التحدي الرئيسي للتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية عدم توفر بنية تحتية من شبكات طرق وكهرباء وخلافه، وكانت تمثل عائق رئيسي أمام زيادة مساحة الرقعة الزراعية. أيضاً كان العائق الرئيسي أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى إنفاق استثماري وموارد مائية مالية كبيرة لتحقيق مشروعات التوسع، ولم تكن الدولة في الماضي في استطاعتها تنفيذ هذه المشروعات بهذا الحجم. ولقد كان من أهم مشروعات التوسع الأفقي الذي نال اهتمام سيادتكم هو مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، وكان الهدف من ذلك هو الاستفادة من مصادر المختلفة للمياه والتي تمثلت في الآتي: المياه التي يتم ضخها حالياً بترعة الشيخ جابر الصباح، أيضاً المياه التي تم ضخها من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بسرابيوم والمحسمة، بالإضافة إلى كميات المياه التي سيتم ضخها من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي من مصرف بحر البقر، لتصل إجمالي كميات المياه التي سيتم ضخها في شمال ووسط سيناء من هذه المصادر المختلفة حوالي
9.6 مليون متر مكعب يوميا. هذه الكميات تكفي لزراعة مساحة تصل إلى من 550 إلى 600 ألف فدان. وحتى يستفاد من كميات المياه التي سيتم ضخها في شمال وسط سيناء من هذه المصادر المختلفة، كان تكلفنا من قبل فخامتكم بضرورة إجراء حصر تصنيفي سريع لكل الأراضي الصالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء، والتي سبق أن أثبتت الدراسات الاستكشافية التي تم إعدادها في السابق من صلاحيتها للزراعة. ومن خلال متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء، تم تشكيل لجنة من المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومن أساتذة بكليات الزراعة من بعض الجامعات المصرية بسرعة إجراء الحصر التصنيفي خلال شهري مايو ويونيو 2020. وبالفعل سيادتك يا فندم، الخريطة اللي موجودة حالياً بتوضح المناطق اللي تم إجراء الحصر التصنيفي لها، وممكن نشوف على الخريطة إن المناطق اللي موجودة في وسط سيناء زي وادي البروك، المنطقة اللي موجودة تحت دي الأخضر، بالإضافة إلى محور البحيرات والجفجافة، دي أثبتت الدراسة إن فيها أماكن مساحات كبيرة تصلح للزراعة. والجدول التالي بيوضح إجمالي المساحات التي ثبت من الحصر التصنيفي في مايو يونيو. طبعاً التقرير النهائي هنقدمه لدولة رئيس الوزراء في هذا الأسبوع وهنعرضه على فخامتك، بس دي النتائج والمؤشرات الأولية من خلال المجموعات التي سبقت وقامت بإجراء الدراسة. واضح من الجدول أن أصل المساحات اللي كانت مستهدفة في إجراء الحصر التصنيفي 592 ألف فدان، المساحات الجديدة اللي درسوها بالفعل وصلت إلى 664 ألف فدان، لأن في بعض المناطق وهم بيعملوا الحصر التصنيفي وجدوا فيها أن فيها مساحات قابلة للتوسع. إجمالي المساحات اللي ثبت صلاحيتها للزراعة من خلال التقرير الأولي حوالي 522 ألف فدان، موزعة ما بين درجة ثالثة حوالي 438 ألف فدان و 84 ألف فدان رابعة. طبعاً الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة هي صالحة للزراعة. بيوضح الجدول اللي بعد كده إن لو وزعنا الأراضي اللي احنا اكتشفنا في خلال الحصر التصنيفي في شمال ووسط سيناء من خلال الحصر اللي تم في مايو يونيو اللي هم 522 ألف فدان، زائد الأماكن والمناطق السابقة اللي تم دراستها بالإضافة إلى الوضع العام والمناطق المزروعة، نجد لو قسمناهم إلى مجموعتين، المجموعة اللي في شمال سيناء كلها تصل إلى 464 ألف فدان، بتشمل 128 ألف فدان المزروعة بالفعل في سهل الطينة وجنوب الأنطرة وربعة، والمساحات الأخرى اللي هي 336 ألف فدان دي مساحات صالحة للزراعة. بالإضافة إلى عندنا في منطقة الجنوب في مناطق وسط 428 ألف فدان، يمكن أكبر منطقة واضحة فيها وفقا للجدول هي منطقة وادي البروك حوالي 212 ألف فدان، ومحور البحيرات والجفجافة حوالي 131 ألف فدان. يعني إجمالي المساحات اللي صالحة للزراعة في وسط وشمال سيناء حوالي 850 ألف فدان. هذه المساحات طبعا بعد نتائج الحصر، هذا يعني الجدول اللي بعد كده، يمكن سيادتك كنت أشرت إلى أن مياه محطة المحسمة اللي هي أضيفت لابد من البحث عن أراضي بديلة لها. إحنا الجدول اللي موضح أمام سيادتك ده والخريطة بيوضح 50 ألف فدان الإضافية اللي إحنا هنضيفهم لاستخدام محطة مياه المياه الناتجة عن محطة مياه المحسمة. في ضوء الدراسة اللي تمت، متوقع أن الأماكن دي تصلح في التراكيب المحصولية في الحبوب، محاصيل سكرية، بقوليات، محاصيل زيتية، خضروات وبساتين وأعلاف، ونباتات طبية وعطرية. سيادة الرئيس، من العرض اللي احنا وضحناه ده بيتضح ان اجمالي ان نتائج الدراسات اللي انتهت اليها لجان فحص وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي والجامعات المصرية من وجود مساحات تصل الى اكثر من 850 ألف فدان بخلاف المساحات المنزرعة. طبعا في خلال العرض اللي هيتم عرضه على دولة رئيس الوزراء وفي ضوء الدراسات اللي هتعملها وزارة الري بتحديد الأولويات ومسارات المياه وما تنتهي إليه من محطات رفع وخلافه والمقنن المائي، سيتم الانتهاء إلى تحديد البدائل والأولويات للتنفيذ في مثل هذه المشروعات. دي سيادتك يمثل عرض مختصر عن استخدام المياه
من المصادر مختلفة. سيادة الرئيس أرجو أن تسمح لي بأننا يعني في ظل الوضع يعني بينما نستمر في مواجهة الشاملة للإرهاب أيضا فإننا نسير في طريق التنمية وزرع الخير في كافة أرجاء الوطن، وبإذن الله سوف نستمر مسيرة العطاء بفضل الله وعزيمة الرجال، وتحيا مصر. شكرا. السياحة والآثار تعتمد عليهما الدولة المصرية كأحد مصادر الدخل القومي، وفي شرق القاهرة في حي مصر الجديدة يوجد قصر البارون الذي يعتبر مقصدا سياحيا وأثريا تاريخيا. عن استراتيجية وزارة السياحة والآثار يحدثنا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السيدات والسادة الحضور الكريم، افتتاح قصر البارون النهاردة هو حدث سياحي ثقافي أثري هام جدا. مصر بتبعت من خلاله عدة رسائل. أول رسالة في الوقت اللي احنا بننظر للأمام وبنعمل بنية تحتية قوية للدولة ما بننساش تاريخنا وحضارتنا اللي بيميزونا عن كل دول العالم. الرسالة الثانية إن إحنا بنحتفل بتأسيس مصر الجديدة، هذا الحي اللي بدأ سنة 1905 بمشاريع تنموية في منطقة مصر الجديدة وإعادة افتتاحها مرة أخرى برونق جديد. ثالث حاجة إن مصر حريصة على تواجد بنية أساسية وتحتية سياحية وأثرية هامة جدا من خلال النهاردة إن إحنا بنفتتح مطارين هيكون ليهم أكيد مردود إيجابي جداً على حركة السياحة في جمهورية مصر العربية، وفي نفس الوقت إن إحنا بنهتم بمشروعات الآثار والحضارة المصرية. رابع حاجة إن إحنا حريصين جداً على تراثنا وحضارتنا وإن إحنا بنرممهم بطرق علمية سليمة جداً وبناخد فيها وقت كبير جداً زي المشروع اللي إحنا شفناه دلوقتي، والإتقان هو شعارنا الأول في الحفاظ على التراث للأجيال القادمة. اسمح لي فخامة الرئيس إني في العرض حارض بعد إذنك موقف المشروعات الآثار اللي حصلت خلال السنوات القليلة الماضية، ثم نستعرض مشروع ترميم قصر البارون، وفي الآخر نبرز جهود الدولة في عودة السياحة إن شاء الله خلال الأيام القادمة. أول مشروع طبعاً لما نيجي نتكلم على الآثار المصرية نتكلم على مشروع المتحف المصري الكبير. المشروع أي واحد بيعدي جنب المنطقة النهاردة بيشعر بالنقلة النوعية اللي حصلت في هذا المشروع. يمكن هنتكلم على رقمين بس الموجودين في المربع في المستطيل اللي موجود فوق. قبل منتصف 2016 وقبل إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مشروع المتحف المصري الكبير بناء على توجيهات من السيد رئيس الجمهورية كانت نسبة الإشغال المشروع حوالي 17%. النهارده احنا تخطينا 90% من المشروع. تم تقليص حجم الانفاق من 1.6 مليار، نزل اقل من 700 مليون دولار من الرقم دون المساس بالجوده. الحمد لله الارقام كلها مبشره، الحمد لله ماشيين بالجدول اللي احنا متفقين عليه، وان شاء الله يكون اكبر افتتاح ثقافي على مستوى العالم في عام 2021. إن شاء الله المتحف مش متحف بس، ده المتحف والمنطقة المحيطة من خلال شبكة طرق على أعلى مستوى تعمل سيولة مرورية وحركة سياحية متدفقة بشكل محترم. تفضل. دي بعض الصور اللي بتوري مساحة المتحف اللي هي أكثر من 490 ألف متر مربع، والحدائق بدأت تتواجد بالطرق المحيطة. دي بتوري الواجهة الرئيسية والحدائق الخارجية، الحمد لله تقريبا شبه انتهت. الهرم الحائط الهرمي والواجهة بالزجاج اللي تم تركيبه وإضاءته في الليل بتعمل بانوراما رائعة في المنطقة. زميلاتي وزملائي في الآثار اللي بيقوموا بالترميم تم نقل حتى اليوم 51,472 قطعة آثار من مختلف أنحاء الجمهورية، تم ترميم معظمهم. مركب خوفو الثانية تم نقل حوالي 90% من المركب، وقطع طنخ آمون اللي هتكون أبرز القطع تم نقل حوالي 90% منها، وتم تثبيت 42 قطعة على الدرج العظيم من ال 72 قطعة. دي المسلة اللي كانت موجودة في صان الحجر في محافظة الشرقية وكانت متكسرة، تم نقل أجزائها وترميمها. ده هو الدخول للمتحف،
بهو الدخول لتمثال الملك رمسيس الثاني وهو يستقبل الزائرين. الدرج العظيم المبهر، الصورة دي ليست تخيل، هي صورة حقيقية بنرى فيها الدرج العظيم اللي هيكون مبهر، السلم الضخم اللي بينتهي لبانوراما على أهرامات الجيزة، تم تثبيت عليه 42 تمثال ضخم من أصل 72 تمثال. دي من أروع الصور. الفترين داخل القاعة، تم تركيب أكثر من 80% من فترين قاعة توت عنخ آمون، وهي من أفضل فترين العالم، وإن شاء الله القاعة دي بلا منازع هتكون واحدة من أجمل قاعات الآثار في على مستوى العالم. نسترجع بسرعة بعض افتتاحات الآثار خلال الأعوام الماضية. الصورة اللي على اليمين بتورينا متحف ملوي، كيف أرادت أراضي أيادي البطش والإرهاب مصر عام 2013 في أغسطس، كيف استطعنا بعدها بثلاث سنوات افتتاح متحف ملوي في قلب صعيد مصر في محافظة المنيا ليكون أروع مما كان. افتتاح آخر هام جداً، كيف أراد الإرهاب عندما تم تفجير واجهة المتحف الفني الإسلامي في 24 يناير 2014، كيف بعدها بثلاث سنوات بالضبط تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح المتحف الفني الإسلامي اللي فيه أكبر كمية ونوعية فنون إسلامية على مستوى العالم. افتتاحات عديدة هنذكر منها، افتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية وحضرته إيرينا بوكوفا مديرة السابقة لمنظمة اليونسكو. مارس 18 تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح أول آثار لمطروح بالفيديو كونفرنس. بعدها بيومين افتتاح أول متحف في تل بسطة في الزقازيق. الافتتاح اللي في رأيي واحد من أهم الافتتاحات اللي حصلت السنوات الماضية هو في 12 أغسطس 2018 تفضل فخامة رئيس الجمهورية بالتوجه إلى سوهاج لافتتاح متحف سوهاج القومي. ليه بقول ده افتتاح مهم؟ لأن المتحف ده بدأ سنة 89 ولم يفتتح، وبناء على توجيه من السيد رئيس الجمهورية تم افتتاحه، ومتحف رائع في صعيد مصر في مدينة سوهاج العريقة. 19 افتتاح متحف طنطا مغلق بقاله 20 سنة. المسلات، المسلات كانت في العواصم المصرية القديمة وبالأخص صنع الحجر مرمية في الأرض، بدأنا نعيد تركيبها، أقمنا عدد من المسلات داخل موقع صنع الحجر الأثري، أقمنا مسلتين في العاصمة الجديدة، نقلنا مسلة من الأندلس إلى العالمين الجديدة، ونقلنا مسلة للمتحف المصري الكبير، ونقلنا مسلة إلى ميدان التحرير. دولة رئيس مجلس الوزراء افتتح افتتاحين هامين جدا في الربع الأول من 2020، 29 فبراير أول متحف في الغردقة، وبالإضافة إلى ذلك هو أول متحف في مصر يتم بالشراكة مع القطاع الخاص. بعدها بست أيام افتتح واحد من أهم افتتاحات الأثرية في العالم، وهو هرم زوسر، أول بناء حجري في العالم وأول هرم في مصر بعد مشروع دام 14 سنة، وكالات الأنباء العالم كلها كانت بتتكلم عن هذا الحدث الضخم. افتتحنا مساجد في كافة أنحاء الجمهورية، مساجد أثرية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، ولكن يهيأ لي أكبرها طبعاً هو تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح الجامع الأزهر الشريف في مارس 2018. الأديرة والكنائس كان لها نصيب كبير على مختلف أنحاء الجمهورية، وتم ترميمها وافتتاحها للصلاة وإقامة الشعائر بها، ولكن طبعاً في رأيي أكبرهم هو افتتاح الكنيسة المعلقة في أكتوبر 2014. يوم بالنسبة لي يوم مهم جداً، 10 يناير 2020 عندما شرفت بالمشاركة في افتتاح مسجد الفتح بقصر عبدين الرئاسي، مسجد أثري، ثم توجهنا إلى كنيسة الكنيسة المرقصية عشان نبارك لأهلنا بعيد الميلاد المجيد، ودي أول كنيسة في أفريقيا وكانت المقر البابوي في مصر. ثم عديت الشارع لافتتاح المعبد اليهودي بالأسكندرية. في ثلاث ساعات مفيش دولة في العالم تقدر تفتتح ثلاث أثار في التوقيت ده، إسلامي ومسيحي ويهودي، وده يدل على قبول مصر الآخر والتنوع الحضاري اللي بيثري الشخصية المصرية. مشروع تطوير الهرم اللي كان توقف تماماً 2011 الهيئة الهندسية أنهيته بنسبة 100%، ويمكن إن شاء الله خلال الأيام القادمة هنفتتح أول مطعم سياحي داخل منطقة الهرم كبداية أول ثمرات مشروع اللي عملناه مع شركة مصرية لتقديم وتشغيل الخدمات. متحف القومي للحضارة اللي كان توقف بالكامل 2011 إن شاء الله إحنا في خلال 60 يوم هنكون جاهزين
بقاعة من أجمل القاعات اللي في مصر، القاعة المركزية وقاعة المومياوات. الصور دي حقيقية، الأثار خلاص اترصت في الفترين اللي دولة رئيس مجلس وزراء تفضل بيه. كان هناك توجيه إن لازم المنطقة المحيطة بالمتحف، الهيئة الهندسية عملت كباري لا أروع من ذلك، تم تطوير البحيرة عشان تدي المنظر المتنفس الرائع ده وتدي الحياة للمتحف، والاتنين مع بعض هيعملوا منتجع ثقافي سياحي عالمي إن شاء الله. كل ده عشان هنعمل حدث ضخم جدا هو موكب المومياوات الملكية، عندما سوف يتحرك 22 ملك، 22 مومياء ملك هيتحركوا من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في موكب عالمي. هيكون الشوارع زي ما حضراتكم شايفين، الناس تصف على الجانبين، تم تصنيع 22 عجلة حربية، الحصنة والموتوسيكلات اللي بشكر وزارة الدفاع وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية إن هم هيدونا الحصنة والموتوسيكلات، هيبقى موكب عالمي إن شاء الله. العربات اللي هتشبه المراكب اللي هيتنقل عليها المومياوات الموتوسيكلات، كان في توجيه من فخامة رئيس الجمهورية بالكتل الخرسانية إن طلبة الجامعة هم اللي يرسموها، وبالفعل طلبة الجامعة تحت إشراف وزارة التعليم من علي علي قامت برسم نقوش مصرية قديمة، وكان عمل رائع. نحن نحتفل مع الطلبة إن هم بيزينوا الميادين بإيديهم. استكمال الموكب المومياوات الملكية، كان لنا دور في تطوير ميدان التحرير، إن احنا رفعنا كفاءة واجهة المتحف المصري بالتحرير والنافورة والحديقة وتم إضاءته بالكامل، وساهمنا إن احنا جبنا مسلة كانت مكسرة 8 أجزاء تم ترميمها وتركيبها في ميدان التحرير، وتم نقل 4 كباش من داخل معبد الكرنك. متحف شرم الشيخ القومي اللي كان توقف 2011 إن شاء الله في أغسطس بإذن الله جاهزين لافتتاح قاعتين منه على أعلى مستوى بإذن الله. متحف المركبات الملكية ببولاق، المشروع اللي بدأ سنة 2002 ولم يفتتح، إن شاء الله خلال شهرين جاهز متحف يوري، فعلا متحف جميل جدا ويتقع طبعا في إطار تطوير مثلث ماسبيرو. متحف كفر الشيخ برضه بقاله 12 سنة ما كانش حصل فيه حاجة، المتحف إن شاء الله جاهز في خلال 3 أشهر حد أقصى من النهاردة. متحف العاصمة الجديدة اللي بيحكي قصة العواصم المصرية. ونيجي دلوقتي للحدث اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة، تطوير قصر البارون. تطوير قصر البارون يمكن فلسفته كانت ايه؟ حبوا ان هم يبعدوا عن وسط المدينة، حبوا يبعدوا عن الأماكن الغالية المزدحمة، فجم خدوا مساحة في المنطقة دي. ليه المنطقة دي؟ المنطقة دي عشان احنا هنا جنب عاصمة أو مركز ديني حضاري هام جدا كان اسمه يونو اللي هو عين شمس دلوقتي، فحبوا يبنوا جنبه مدينة جديدة وربطوها بالترام. فدي صور قديمة بتورينا قصر البارون اللي هو مساحته حوالي 24,000 متر مربع، ولكن للأسف بعد وفاة البارون وبعد عيلته ومشيت حصل مزاد سنة 1954، تم بيع المحتويات القصر كلها، وبدأت القصر تتوارثه العائلات والأشخاص إلى أن قامت وزارة الإسكان بشراؤه عام 2005، وتسلمته المجلس، تسلمته وزارة الثقافة اللي هي المجلس الأعلى للآثار، ولكن لم يتم له عملية ترميم منذ إنشاؤه متكاملة. وطبعا القصر زي ما حضراتكم شايفين كانت حالته عاملة إزاي، كان الكتل الخرسانية كلها كانت مهدمة ولم يكن مفتوحا للزيارة. بدأنا نشتغل، وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة المنفذة عن طريق شركات وطنية، منها طبعا الدور الأكبر لشركة المقاولون العرب. اشتغلوا بطريقة علمية سليمة جدا، جابوا الرسومات القديمة الأصلية عشان يجيبوا الألوان الأصلية عشان ما نجتهدش، ده أثر. وجم عملوا رفع ومسح لزري ثلاثي الأبعاد لكل كتلة. السور هو السور اللي كان موجود، كان سور حديد اللي احنا شلناه من كام شهر، عملنا السور الأثري وفقا لرسومات تصميم القصر. عمل إنشائي هندسي، ولكن يصحبه ما هو صعب جدا الترميم الدقيق عشان نرجع كل الفورمات زي ما كانت. وهذا كنا طبعا بنتابع العمل تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء تقريبا بشكل منتظم. هنا بعض الصور تولي قبل وبعد، أدي الصور على اليمين كانت إزاي، على الشمال بقت إزاي تقريبا. بصوا الصور، كان الإهمال والحيطان كلها كان عليها رشين عليها، وفاكرين طبعا حضراتكم اللي كان بيحصل في الألفينات في القصر ده، أصبح النهاردة فعلا تحفة فنية. تم ترميم التماثيل، كانت كلها مهملة ومكسرة، السلم أصبح بالشكل الرائع اللي حضراتكم شايفينه. السقف كان طبعا المطر على مدار السنين كان كله بايش وكان واقع، وكان عملناه بالكامل وتم عزله بالكامل، وأصبح الروف هيكون متنفس إن شاء الله للسياح والمصريين.
دي بعض الأشكال توري دقة العمل وصعوبته قد إيه عشان يرجع بالروعة اللي كان فيها. بعض التفاصيل جبنا عملنا متحف مكشوف فيه، جبنا عربيات من القرن العشرين عشان الناس تحس إنها رجعت قرن وهي بتزور المتحف، جبنا ترامواي لأن ده اللي كان بيربط مصر الجديدة بوسط المدينة، جبنا ترامواي قديم ومعالي وزير النقل ومعالي المحافظ ساعدونا فيه ورممناه وبراجع تحفة عشان نوري الناس كان شكله إيه الترامواي. القصر تحول من الداخل إلى معرض عن مصر الجديدة، هنحكي مصر الجديدة من أول قدماء المصريين حتى يومنا هذا، فيها كالتشراما بتحكي تاريخ مصر الجديدة وتأسيسها، عملنا حديقة مكشوفة هيكون فيها إن شاء الله كافيتريات ومطاعم تحترم البيئة الأثرية للمكان. ده القصر بالليل هيكون إن شاء الله تحفة لكل زائري مصر لأنه بيعدوا كلهم عن طريق مطار القاهرة يشوفوا هذا المكان الرائع. وبناء على توجيهات السيد الرئيس احنا برضو أضأنا البازيليك اللي هو المكان اللي مدفون فيه البارون أومبان. كل دي بنية أثرية مهمة عشان السياحة. السياحة الحمد لله احنا عملنا ضوابط جامدة جدا ودقيقة جدا، ويعني فعلا كان بالتنسيق اليومي تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع كل الوزارات، وزارة الطيران وزارة الصحة والاتحاد المصري للغرف السياحية، اعتمدنا خاتم خاص بينا شعار للسياحة الأمنة، عملنا شهادات ما فيش منشأة هتشتغل إلا بيها، والحمد لله حصلنا على اعتماد من المجلس الدولي للسياحة والسفر. جدول الزمني بتاعنا ما تسرعناش خالص فتح السياحة، احنا قعدنا شهرين نعقم نعمل ضوابط، فتحنا سياحه داخليه 25%، 1 يونيو بقت 50%، فتحنا المطاعم السياحيه 27 يونيو بنسبه 25%، ان شاء الله بنستعد من بعد بكره لاستقبال السياحه الخارجيه بنسبه 50%. لم نفتح السياحه في مصر كلها ولكن ثلاث محافظات فقط اللي هم المحافظات الساحليه اللي هم الحمد لله ما فيهمش الاصابه تقريبا، اللي هم جنوب سيناء البحر الاحمر ومطروح، ودي المحافظات اللي السياحه عاوزاها دلوقتي، دي الاماكن المكشوفه، دي الشمس. عملنا دعم لقطاع السياحة غير مسبوق من مبادرات من البنك المركزي، من دعم غير مسبوق من وزارة المالية وكافة الوزارات، عملنا تحفيز من إلغاء التأشيرة السياحية بالمحافظات السياحية حتى نهاية أكتوبر، تم تخفيض أسعار وقود الطائرات، عملنا تخفيض على رسوم الهبوط، رسوم الإيواء، الخدمات الأرضية في المطارات، خفضنا أسعار التذاكر، عملنا فيلم ترويجي عن يوري إزاي نحن بنعمل ضوابط سياحية جادة. الحمد لله إجراءاتنا دقيقة جدا من أول الطيارة وصولا بالمطارات وفقا لأفضل المعايير العلمية. عملنا ضوابط لتعقيم الشنط، لتعقيم الأوض، لتعقيم الفرش، الحمامات، المطابخ، والجميع ملتزم. تقدم حتى الآن حصل أكثر من 40 فندق في مصر على هذا الترخيص بالعمل. كل ضوابطنا جادة والجميع متقبلها، المسافات شايفين على الشواطئ، الأوض كلها بتتعقم، حمامات السباحة بتتعقم. ضوابط للغوص، ازاي تعقيم اجهزه الغوص، المراكب، حتى السفاري في الصحراء عاملين له قواعد. وان شاء الله باذن الله ترجع السياحه، وبشكر حضرتك على دعمك لقطاع السياحه والاثار. شكرا. مع القرار ببدء التعايش مع ازمه فيروس كورونا المستجد ونشاط حركه الطيران المنتظره، هناك إجراءات احترازية اتخذتها وزارة الطيران المدني على وعلى إنشاء بعض المطارات التي ستخدم كافة أنحاء القاهرة. كلمة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أهني سيادتكم بالنيابة عن نفسي وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قطاع الطيران ذكرى المديدة لثورة 30 يونيو. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لسيادتكم على الدعم الكبير الذي تولوه فخامتكم لقطاع الطيران المدني، مساندتكم الدائمة للقطاع خاصة في ظل ما شاهدته من آثار سلبية خلال الفترة الماضية، بداية من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء والسيول في شهر مارس الماضي، وبناء على تحذير هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المطارات الجمهورية وتم إدارة الأزمة بنجاح. وكذا مجابهة تداعيات جائحة كورونا، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تعاملت مع الأزمة بالقيام بنقل رعاياها من مدينة ووهان بالصين بناء على تعليمات سيادتكم.
مما كان له كبير الأثر على رفع الروح المعنوية للمواطنين. وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة العليا برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية بإدارة الأزمة، وبناء عليه تم إعادة ما يقرب من 77 ألف من المصريين بالخارج على متن 415 رحلة استثنائية. كما قامت وزارة الطيران باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية على مستوى الجمهورية بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات ومواقع العمل المختلفة للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية الموصي بها عالميا من تباعد اجتماعي بجميع إجراءاته، وتم وضع كاميرات حرارية بالمطارات المصرية لقياس درجة الحرارة للركاب والعاملين إلكترونيا، كما تم توفير الفلاتر على الطائرات من النوع المطلوب دوليا والتأكد من فعاليتها ضد الفيروس. وحرصا من وزارة الطيران المدني على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين ولتخفيف العبء على الدولة في ظل الظروف الراهنة، فقد تم تخصيص مستشفى مصر للطيران وإحدى المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الطيران المدني لتلقي العلاج أو العزل في حالة تعرض أحدهما للإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله. فخامة الرئيس، في إطار التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، نشهد اليوم افتتاح اثنين من المشروعات الكبرى التي أهديتموها فخامتكم لقطاع الطيران المدني، وهو مطار العاصمة الدولي ومطار سفنكس الدولي غرب القاهرة، بما سيساهم في النهضة الاقتصادية لموارد الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030. استأذن فخامتكم في عرض تقديم مبسط للمطارين المتطابقين في المساحة والتصميم. مطار العاصمة الإدارية يقع في الكيلو 61 طريق القاهرة السويس جهة شرق مطار القاهرة الدولي، ومرتبط بأربع طرق رئيسية: طريق السويس، طريق الدائري الأوسط، طريق العين السخنة، طريق الإقليمي. مطار سفنكس الكيلو 45 قاهرة اسكندرية الصحراوي، ويقع لتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي وتكثيف تقليل الكثافة المرورية عن قلب القاهرة وخدمة المنطقة السياحية بمنطقة الجيزة، المتحف الكبير والأهرامات. يتكون كل مطار منهما مبنى بمساحة حوالي 4000 متر مربع، وكل مطار به صالتان، صالة سفر ووصول بسعة 300 راكب ساعة. يوجد 6 كاونترات للوصول، جوازات، و4 كاونترات سفر، 2 سير حقائب، وقاعة سفر وصول VIP. عدد 6 كاونترات لشركات الطيران، كاونتر استعلامات، مكاتب شركات الطيران ومصلى. يوجد مكاتب شركات السياحة، منطقة بنوك، مكاتب الحجر الصحي والبيطري والزراعي، محلات تجارية، منفذ مصر للأسواق الحرة، مكتب للحقائب المفقودة، 2 كاونتر جمارك زائد كافيتريات. طبقا للمعايير الدولية ومعايير الأمن، تم تزويد المطارين بأحدث الكاميرات المراقبة وأنظمة الكشف الإكسراي للإنذار الآلي ضد الحريق ونظام للتحكم والدخول وأنظمة المراقبة بالكاميرات، كما توجد خدمة الكشف عن الحقائب من خلال الكيناين. يوجد عدد 7 أجهزة إكسراي تفتيش الحقائب، 7 بوابات معدنية للتفتيش، كما يوجد عدد 88 كاميرا أمنية داخل الصالات. أيضا هناك شاشات عرض بيانات FIDS، شاشات تلفزيونية، إذاعة داخلية، ساعات مركزية، خدمة الإنترنت واي فاي. مساحة انتظار السيارات وتسع عدد 400 سيارة و20 أوتوبيس. بوابة المطار بعدد 12 بوابة رسوم من كونها من 6 دخول و6 خروج. يوجد مسجد بكل مطار يسع إلى 550 مصلي. الطرق الإدارية بطول حوالي 20 كيلومتر تقريبا، الأسوار بطول حوالي 26 كيلومتر تقريبا. تنسيق الموقع تم بالكامل بمساحة 21 ألف متر مربع زراعات لاندسكيب. يوجد 42 مبنى إداري مقسمين ما بين نفايات، مبنى نفايات ومبنى مخازن إدارية ومحطة كهرباء، خزان مياه، مبنى للتصاريح، أيضا محطة التبريد، وحدات التبريد، شيلرات، مبنى إداري للعاملين، وكل مطار به محطة أرصاد جوية. يوجد عدد 42 مبنى إداري خدمي، مبنى محطة الكهرباء الرئيسية،
مبنى مخلفات الطائرات، ويوجد محطة إطفاء مبنى كامل كاتيجوري 7 وهو لخدمة الطائرات العريضة. تم إنشاء ممر جديد بطول 3650 متر وعرض 60 متر يحمل PCN 87. كما يوجد عدد 3 تاكسيوي بعرض 34 متر مربع وطول 400 متر. ترمق بمساحة 650 متر في 210 متر يسع إلى 8 طائرات عريضة. زود كل مطار وكل ممر بجهاز اقتراب آلي ILSDME. مبنى برج المراقبة مجهز بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية. تأذنوا لي سيادتكم في تقديم في افتتاح مطار العاصمة الدولية يا فندم. سيقوم بالافتتاح فندم طيار محمد الجمال مدير العاصمة، والنقيب هاني محمد محمدي المشرف على المشروع. هيا عامر فندم. شكرا. افتتاح يا فندم مطار سفينكس. يقوم بالافتتاح طيار أسامة محمد العباسي مدير المطار، نقيب محمد محمود عيد المشرف على المشروع. هيا أوامر يا فندم. شكرا. فخامة الرئيس تتوجه بالشكر لسيادتكم. شكرا يا فندم. سيد الرئيس، بنستأذن سيادتك يا فندم في راحة لمدة 30 دقيقة، بعدها نستكمل البرنامج.